أو ضد هذه القوى. لماذا؟ لأن الغرب لا يريد عالما عربيا ديمقراطيا في مستوى. الغرب يريد أن يبقى هذا العالم في ظلاميته. وأنا أقول هنا الغرب يحتقر العرب ويحتقر المسلمين جميعا. لماذا؟ ولا يقيم لهم أي لأنهم يعني جديرون بذلك. يعني أنت لو 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 سمعت مقابلة محمد بن سلمان مع ترامب وسمعت كلام ترامب ماذا يقول على العرب؟ طبعا تقصد عندما تحدث عن صفقات السلاح لا وأنتم أغنياء ويجب أن تعطونا أموالكم. هذه حالة يعني جديدة أو خاصة حالة ترامب يعني لا ليست جديدة. ترامب عبر عنها أما هي في العمق موجودة وقائمة. لكن أنا أستغرب مثلا كيف يمكن لبلد كفرنسا بلد الثورة الفرنسية وحقوق الإنسان أن يقف إلى جانب الدول الأكثر تخلفا في العالم. كيف تفسر لذلك؟ لكن في وقت نفسه فرنسا لها مواقف في دعم أو الحراك الديمقراطي. لم تقف مرة واحدة حتى فرنسا مع أي قوة ديمقراطية عربية. طب لماذا؟ كيف تفسر؟ هي مصالح اقتصادية؟ لأنها لا ترى العرب من وجهة النظر التي نتحدث عنها. ترى العرب من وجهة نظر مصالحها. ومصالحها هي دائما مع النفط ومع الغاز. ما دور العرب؟ ومع الاستراتيجية. ما دور العرب يعني أو المفكرين في هذا الإطار؟ هل أن العرب له نفس عرب السلطة مجرد أدوات وعرب المفكرين موظفين أو لا يستطيعون أن يتكلموا أو مهاجرون. معظم العرب الذين لديهم ما يقولونه خارج البلاد العربية.